لذيذ وحلو المذاق وشوكولاتي للغاية. كل هذا هو التحدي الجديد من مالتي دو. استعدوا لرؤية شخصياتكم المفضلة في ظروف جديدة. ويندي انتظرين، أنا سأبدأ. حبوب الفشار. مضحك للغاية. لن أكسر أسناني. تستحق ذلك. ربما هذا ليس بهذا السوء. ما كان يجب علي فعل ذلك. حان دوري الآن. دورة من الشوكولاتة. كانت تستحق الانتظار. الروائح لذيذة. يكفي أكل الحبوب. أريد أن أكل كل شيء. ليس عادلاً. الآن ستسود العدالة. بقيت بضع ثوان وسيتغير كل شيء. لماذا فعلت هذا يا ميري؟ لصنع الفشار. رائع، كان يستحق ذلك. كنت أعرف ما كنت أفعله. أعتقدت أننا سنبقى بلا طعام. فلفل الشوكولاتة، يا له من حظ. هل حقا عندي واحدة حقيقية؟ تحكمي في نفسك يا ميري. كنت على حق. من المستحيل البقاء على قيد الحياة. أنا أعرف كيف أساعدك. هنا سيكون هذا الجليد مفيدا عندما تتذوقين الفلفل. ما زلت خائفة جدا. بسرعة، أنت بحاجة إلى الجليد. وقد ساعد حقا، شكرا. أنا سعيدة، لكن مكياجك خرب قليلا. ومع ذلك لا يهم، الآن الشيء الرئيسي هو تذوق الشوكولاتة. لا أستطيع النظر بهدوء. لقد كانت لذيذة. ربما بعد ذلك ستحبين هذا الفلفل أيضا. ويندي، كنت أن تنسي ذلك. بالضبط، شكرا جزيلا. لم أرى هذا الفلفل قبل. أنا أحترق. هنا الماء. كم كان جيدا أنه كان في متناول اليد. ساعة من الشوكولاتة، لم أرى ذلك مطلقا. نعم، تبدو جيدة، لكن الطعم مثير للإشمئزاز. البلاستيك لا يتفوق على الشوكولاتة أبدا. لابد لي من التأكد من ذلك. طماعة. عندما يتعلق الأمر بالحلويات تتلاشى الصداقة. انظروا فقط كم يوجد شوكولاتة. سأجن من الحسد والجوع. هل ترغبين في العودة بالزمن إلى الوراء؟ نجح الأمر، مستحيل. شكرا جزيلا ميري. عليك أن تعطيني قطعة. سبق لي أن قلت لك لا. سيتوقف قلبي الآن. ولدي معدة. أكلت كثيرا. أعطني ساعتك. لا أعتقد. اتركيها. لا، أنت اتركيها. ماذا فعلت يا ويندي؟
لقد تقدمنا في السن. هاي، لقد عاد الوقت إلى الوراء. أنا لا أحب هذا الصبار على الإطلاق، ويبدو أن لي لا مشكلة به. كالعادة أنا غير محظوظة. سأحاول إصلاح الأمر. حان الوقت للحصول على قصة شعر صغيرة. فكرة جيدة، لنجرب الآن. يا لها من مرارة. يبدو أن قصة الشعر لم تساعد. أريد أن أغسلها كلها. عذراً، ليس لدي وقت للبحث عن الماء. هناك أشياء أكثر أهمية للقيام بها. بلوري بالتأكيد يحتوي على ماء بداخله، ولكنني احتجت إليها لزراعة الصبار. حسناً، سأخذ علبة السقي الأكبر. لقد ذهبت. أنت مجدداً. حسناً، لدي خيار آخر مناسب أيضاً لي. حسناً، لا، لن أعطيك علبة الري هذه. ماذا يحدث؟ تمكنت من زراعة الصبار الشوكولاتي. إنه لذيذ جداً. أعطني قطعة على الأقل. حسناً، خذي. البرجر الكبير هو حلم. برجر الشوكولاتة يبدو أكثر ظرافة. دعينا لا نتجادل، من الأفضل أن نجرب أطباقنا. الكثير من الحشوة، أحب هذا. اتركيني. يا لها من عادة صرف انتباهي عن الطعام باستمرار. آسفة، لن أفعل. آمل ألا تزعجيني أيضا. سأعد شيئا مميزا جدا الآن. برجر بالحلويات. إنها تحفة. لابد أن أجربه. أوبس، ماري، لقد اختفت قبعتك. أنا لا أراها. والبرجر مفقود أيضا. لقد رتبت كل شيء يا ويندي. هذه المرة سأبدأ. ضفدع. يبدو أنه ليس حقيقي. إنها شوكولاتة. لقد أدركت أن لدي ضفدع حقيقي تحت الغطاء. كم هو فظيع. أنا آسفة، لكن عليك أن تلعقيه. قفز علي. ساعدوني. المشهد ليس لضعف القلوب. إنه أمير. لقد اشتقت إليك. الآن سنكون معا. ويندي، لماذا تحتاجين إلى هذا الرجل؟ لا مشكلة، أعرف كيف أبطله. أحتاج إلى ذبابة سمينة. طعام. سأسرع للحاق بها. لقد نجحت. يا لها من بيضة ضخمة. تبدو طبيعية. تشبه الشوكولاتية أيضا. دعونا نرى ماذا بالداخل. يا له من تنين لطيف. نعم،
نعم إنه لطيف، لكني أحب الشوكولاتة أكثر من ذلك بكثير. آسفة، لكنه لنا. لا مشكلة، لدي شيء لأتعامل معه. هل هذه بيضة نيئة؟ أشعر بخيبة أمل. أنا وتنين، يمكن أن نساعدك. شكرا لك، هذا لطف منك. لا أستطيع الانتظار لتجريبه. شهي، أتمنى أن يكون شيئا لذيذا. دعينا نكتشف. أولا، ذو رائحة. أنا أكره هذا الجبن. عندي مثله. كم نحن غير محظوظين. ربما هذا الجبن ليس ذو رائحة، لكن خاصتي رهيب. لا أستطيع، سوف أتقيأ. لحظة، هذا أفضل بكثير. وأنا، أعطني لأرتديه، لا أريد أن أشم هذا. ماذا الآن؟ هذا مشبكي. ولدي أيضا جبن لذيذ جدا بدون رائحة كريهة. من المحتمل أيضا أن يكون الجبن الخاص بي لذيذا ورائحته رائعة. فقط شهي. بما أن طعامك لذيذ، شاركيني أرجوك. خذي أقدمي وأم لن أعطيك. مخادعة، كم هذا حقير. ليست حقارة على الإطلاق. أريد أن أقول أنها لذيذة جدا. هذه مسحة شائعة. بالمناسبة بيتي، حان دورك الآن. لا، سأموت من هذه الرائحة. إذن علي حبس أنفاسي. هذا لا يساعد. الآن الرائحة الكريهة في فمي. روب، لا، لا أريد المزيد. لا، ستفعلي عليك ذلك. شهية طيبة. بالضبط، قد يساعدني شراب الفراولة. إذن آمل أن تختفي الرائحة. ليس عادلا، قمت بتبسيط المهمة أكثر من اللازم. رائحتها أقل حقا، ربما مذاقها أفضل. لا، لا يزال الطعم مقرف. ها، تستحقين ذلك، هيا كلي هذه القذارة. انتهى الأمر. لماذا تفعلي هذا؟ انتقام، لكي لا تضحكي أكثر. أتمنى أن يكون هناك شيء لذيذ. هيا لنكتشف. عيون. انتظري، إنها كبيرة جدا، فهي بالتأكيد ليست حقيقية. إنها ليست مزيفة فحسب، بل إنها لذيذة أيضا. بالضبط، لدي عين مصنوعة من الشوكولاتة. كبيرة جدا. جيس، انظري فقط. يكفي، لا أستطيع الانتظار، حان وقت الأكل. كم هي لذيذة. كم يوجد شوكولاتة، مذهل. أنا أيضا أريد أن أجرب. لا، إنها لي، أردت فقط أن أجربها. حسنا، لدي خاصتي. لذيذة، لكني أريد الشوكولاتة. كيف يمكنني وضع يدي على الشوكولاتة؟ بالضبط. يبدو أنني أسقط. اتضح أن الطريقة بسيطة للغاية. الآن يمكنني الاستمتاع بالشوكولاتة. كم هي لذيذة. مرحبا، مرحبا. أوي أوي، لم يكن عليك التخلص مني، لأن الآن هو دوري. أنا لا أريد. لم يكن هناك داعي للقتال معي. هذه عيني. ماذا هنا؟ هاي، أنا الأولى. حذاء، لكن لماذا أحتاجه؟ لدي خاصتي، ربما يكون صالحا للأكل. سأجرب. لا، إنه ليس لذيذ على الإطلاق. مقرف. الآن
الآن أسسي ما حذائك. إيه بيبي، ربما لديك أسوأ. الآن سوف نكتشف. ليس أسوأ على الإطلاق، حذائي أجمل وصالح للأكل. أردت ذلك أيضاً. إنه لذيذ جداً، حتى لديه سكيتلز المفضلة لدي. ها، ستشاركي مع صديقتك؟ لا، ابتعدي، سأخذ قدمة واحدة فقط. قلت اذهبي، على الأقل سوف أكل الكعب. لا، غادري، ذقت ذرعاً بك. بخيلة، أرجوك، قلت لك لا. إذن خذي هذا، خذي خذي خذي، تستحقين ذلك؟ لن يكون لديك أي شيء لذيذ الآن. لماذا؟ الآن هناك شوكولاتة على حذائي، إنها لذيذة جدا، لكن ليس لدي أي شيء لأكله. شكرا لك. قارع الطبول وسنفتح. كرة؟ لا أعرف حتى كيف ألعب كرة القدم. لدي أيضا كرة، لكنها نوعا ما غريبة. إنها ناعمة، كم هي لذيذة. هذه شوكولاتة، أريد ذلك أيضا، لكنها لي. مع هذا يمكنني اللعب والأكل على حد سواء. أعتقد أنني رميتها عاليا. حسنا، لقد تحطمت. إذا أستطيع أخذ القليل. لا، لا تستطيعي، لا تزلي. إنها لذيذة جدا، لا يمكنني مشاركة مثل هذه الحلوى اللذيذة. ماذا علي أن أفعل؟ كيف ألعب بالكرة؟ أعتقد أنني أعرف كيف هذا سيساعدني. على ما يبدو هذا ضعيف جدا، تحتاجين إلى أقوى. ما هذا؟ لم تتزحزح حتى. فهمت، أحتاج فقط إلى التأرجح بشكل جيد. أخيرا، الشوكولاتة لي، لذيذة فعلا. ما كان ذلك؟ أوه، شوكولاتة رائعة. وهذه لي، عودي تحت الطاولة. كم هو مثير للاهتمام، ماذا سيحدث هنا؟ أوه، إنها قطة رائعة، انظري كم هي لطيفة. نعم لطيفة، ورائحتها رائعة. نعم، إنها شوكولاتة، مذهل. لديك شوكولاتة، ماذا لدي؟ كم هي رائعة، إنها قطة صغيرة. يا لها من جميلة، هل يمكنني لمسها؟ لا تلمسي، إنها لي. حسنا، لكن لدي ضيافة لذيذة، يمكنني أكلها. ولدي طعام القطط، القطط تحب الحليب. إنها تشرب بالفعل، رائع. بالمناسبة أنا أيضا أشرب الحليب، سيكون مفيدا حتى للوح الشوكولا الخاص بي. انظري، قطتي ستشرب الحليب أيضا. رائع، تماما مثل القطة الحقيقية. نعم، فقط هذا الحليب لي تماما، لأن طعمها أفضل بكثير الآن. تبدو فاتحة للشهية، أود أيضا أن أجرب. حقا، لأنها لذيذة، يمكن استخدامها ككوب أيضا من الشوكولاتة. اللعنة، لا يمكنني تناول الطعام على الإطلاق، ولكن يمكنني تلبيس القطة. أليس رائعا؟ لدي قطة ملكة، رائع. يبدو أنها غاضبة تماما من الجوع، رائع. وستجدون دائما المزيد من التحديات المضحكة والمثيرة للاهتمام في مالتي دو، ستكونون في أفضل حالة مزاجية.